نجي على ذكر يعني موازين القوى التي كان يتحدث عنها الدكتور أخوجا، نحن نعلم ويعلم الجميع أن القضية الفلسطينية ربما تضررت أكثر في مرحلة حكم الرئيس ترامب الأخيرة. نعم. هنا بالذات دكتور نجي، هل نفهم أن مشروع أبراهام أو الوطن البديل الذي جاء به الرئيس الأمريكي السابق أصبح الآن وفق هذه المعطيات، وفق هذه المتغيرات والتحولات السياسية الدولية، حتمية ليس أمام العرب إلا التسليم بها؟ طبعا موضوع الوطن البديل ليس موضوع يومي، يعني ليس موضوع ترامب، يعني حتى نوضح، ولكن ربما ترامب يعني أعطاه نفس جديد. جيك أنا في الموضوع. نعم. أنا أقترح على الفلسطينيين بدلا وطنا بديلا هو العراق في العشرينات بعد وعد بلفور، يعني بعد ميثاق عصبة الأمم، بعد مؤتمر السلام في باريس 1919. قبلها كان بلد أفريقي. قبلها كان بلد أفريقي. 1920 كان أوغندا. نعم. أوغندا. بالنسبة لليهود. نعم. عرض على اليهود، لكن أحكي لك على الشعب الفلسطيني الآن. بعد مؤتمر السلام سنة 1919 بحضور أطراف عربية للمعلومة تاعك. ومعلومة المشاهد، وسنة 1920 كان مؤتمر سان ريمو اللي بعد جاء عصبة الأمم وأقر الانتداب. نعم. على فلسطين فيما بعد كان في أطراف عربية. منذ ذلك وضعت قضية الشعب الفلسطيني. الحسين هذه. نعم فيصل بن الحسين 100% أولاد الشريف حسين. أولاد الشريف حسين. وضعت قضية القضية الفلسطينية، أين نضع الفلسطيني، وطرحت العراق وطرحت الأردن كشرق الأردن اللي هو نهر الأردن اللي هي دولة الأردن المملكة الأردنية الآن كأوطان بديلة للشعب الفلسطيني، ولكن كان فيه نكرة في التام. ثم إنه هذا الموضوع يعني أيضا طرح بشكل كبير جدا في خطاب الأدبيات، حتى في وايزمان طلعها، في بنجريون أعطيك يعني خطاب يعني. نعم. التدرج يعني دائما كان يطرح، حتى في مذكرات شيرون طرح الموضوع وذكر على إيلان هذاك اللي كان مسؤول ومستشار في القانون الدستوري في 2011 وخط تقسيم الشعب الفلسطيني وإخراج الشعب الفلسطيني بالاتفاقيات العربية سنة 2011. هذا موضوع جديد. إذا موضوع إفراغ فلسطين والوطن البديل للشعب الفلسطيني وليس وليد اليوم فقط. اللي صار إنه هذه كانت عبارة عن كثير من يعني لما سنة، دعني فقط تدرج بسيط جدا، إنه بعد سنة 1967 واحتلال فلسطين يعني القدس بالكامل واحتلال الضفة وخضوعها للنظام العسكري الإسرائيلي بالأوام العسكري سنة 1983، وكانت غزة قبلها في 81 على كل، فخضعت بعض مناطق الضفة الغربية للأردن وبعضها خضع لغزة، خضعت لمصر. بعد هذا الكلام كان هناك حديث يعني حديث يدور على قضية تصفية القضية الفلسطينية وأين يضم، هل نتنازل عن غزة أو لا نتنازل عن غزة. يعني هذا الموضوع يعني كان مطروح قديما وتجد هذا في الخطاب والكتابات السياسية والتاريخية حتى اليهودية. لكن الذي حدث إنه اليهود سنة 1980 بعد تدرج القوانين في 67 ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وتصفية القدس، يعني هذا كل مشاريع التهويد كان في 67 صحيح. بدليل ارجع لقانون مثلا المدينة، القضاء، العمران، كذا، كل هذا الكلام يثبت لك. سنة 1980 أصدر يعني صدر يعني مرسوم أو عفوا قانون إسرائيلي مثلا بوضع القدس عاصمة لإسرائيل، ووضع قضية تصفية القضية الفلسطينية، وأوضع لما لم يمشي طبعا عارضت الأمم المتحدة أنذاك وقبل الثلاث دول الاثنين من أمريكا اللاتينية وهولندا في أنذاك، ولكن في حينها وضع هذا القانون لما وجدوا أنه لا يستطيعون تنفيذه على أرض الواقع وضع في وين، في خزينة الكونغرس، وكان كل سنة يتداول في الكونغرس على قضية الاعتراف بإسرائيل، اعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل في القضية الفلسطينية، وكان كل رئيس أمريكي يأتي يتحفظ على هذا الموضوع وكان يوضع عليه مرتين سنتين. خلينا نمشي مباشرة لفترة ترامب دكتور. فلما جاء ترامب هذا المتغير، لما جاء ترامب وقع على أصدر يعني القرارات كانت موجودة من 96 يعني موضوع على فطاولة، وربما كان عنده شجاع أنه وقع مباشرة أخرجه من السر إلى العلن بسرعنا، لأنه هو اختلفت حتى سياسته مع الأطراف العربية وعلى قضية. نعم. أنه يعني المشاورات بعض مع بعض الدول العربية، فكل هذه الأمور يعني اختلت يعني موازين حتى الدعم للقضية الفلسطينية، وأصبحت القضية الفلسطينية صارت قضية تقزيمية يعني تشوف تدرجها فقط من إسلامية إلى عربية إلى 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 غدا ممكن تولي تمثل اثنين من الفلسطينيين فقط، يعني هذا العهد. فبالتالي ترامب نعم كانت هذه المعطيات عنده. وأيضا أنا أزيد لك يعني من الشعر بيت كما يقال، أنه نفس الخطة يعني اللي اتفق في صفقة القرن ولا حتى في موضوع ترامب، هي ليست صفقة يعني ليست هي جديدة، هذا الموضوع اللي تكلم عليه الشرق الأوسط الجديد تكلم عليه شمعون بيرز طبق بحذافيره، وهذا الخبراء اليهود يعني قالوا هذا الكلام في الإعلام وحتى لما تقرأ هذا الموضوع. لكن الذي حدث أنه صارت في تغير في موازين القوى، هذه نقطة الأولى. على اثنين، في تغير في المجال الإقليمي وحتى عربيا، فصار كل هذه المتغيرات دفعت باتجاه أنه ترامب يكون أكثر جرأة. في أخرى نقطة مهمة جدا يعني أضيفها لك أيضا، أنه حتى أنهم الجانب اليهودي الآن يسعى يعني طرحت في أدبيات الخطاب السياسي اليهودي الآن، خاصة تعرف أنه عندهم مؤتمر
مؤتمر هرتسيلي سنة كل سنة يعملوه في شهر جويلية، وهذا المؤتمر يعني يضع قرارات حاسمة في شأن إسرائيل وعلاقات العربية يعني كل سنة، يعني قرارات يعني يدعى له كبار قادة الأمن والسياسة وحتى يعني في حلف الناتو يعني بعض الخبراء يعني لهذا. كانوا تكلموا في 2016-2017 على تقسيم القضية الفلسطينية وتقسيم القضية الفلسطينية وإخراجها من حيزها القانوني وحيزها الأرض يعني الشعبوي بالتالي إلى قضية إنسانية، وطرحت أيضا أنه قضية التطبيع العربي أيضا وأيضا قضية حتى طيب المؤامرات قبل التفصيل.